سيد أحمد، أنا كنت ناوي زوركم امبارح المساء، بس فكرت أنه انتظر شوي لأنه أكيد بدك تقعد مع بنت أخوك لحالكم. إذا بدك نحكي بصراحة، أنا مصدوم فيكم وبقراركم. يعني إمتى حكيتوا ووصلتوا لمرحلة تاخدوا فيها قرار بالارتباط؟ أنا مو مستوعبة بنوب. بصراحة أنا مثلك ما بعرف كيف صار هيك. اللي بقصد أقوله، أول ما شفتها فورا حبيتها وحسيت حالي تعلقت فيها من دون ما حس. يا عمي، عمي أنا احترامي لحضرتك ولبنت أخوك صدقني ما له حدود، ونيتي شريفة. يعني بعتقد هذا الحكي واضح لحضرتكم. الواحد يقول الحق، أنت عملت بالأصول تماما وما عملت شي غلط، بس كيف بدي قلك؟ إذا بتقصد بخصوص موضوع أني كنت متزوج من قبل، فهالشي بظن أنه ما بيعيبني. قصدي كلنا عنا تجارب، الحياة بدها تستمر، وسوزان رح تكون الاستقرار لباقي أيامي. بتمنى ما توقف عند هالقصة. سوزان عم تدرس وطموحها تكمل، وبهالأيام الرجال والمرأة يا ابني لازم يكونوا دارسين وعم يشتغلوا كمان. يعني إذا موضوع الزواج بده يمنعها؟ مستحيل، أنا ضد فكرة أنها تترك دروسها، وسوزان بتعرف هذا الشيء، وإذا بدها فيها تشتغل طبيعي. مع أنه المفروض أنه الرجال هو المسؤول عن تأمين احتياجات بيته. عمي حتى لو بعدين أنا فيني أمل لها شغل، مشروع البناء الجديد ما بتعرفه عم ينبنى هلأ. بالصدفة تعرفت على مدير المشروع، تغدينا سوا يومها، وقال لي أنه الشركة اللي أخذت تعهدات الكهرباء في مشاكل معه، وعرضت عليه نشتغل بدالهم ووافق. وليش ما خبرتني من قبل؟ كنا هلأ بلشنا شغل معهم. ايه الحق معك، بس لا تاكل هم، هلأ بخبرهم دغري.